السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. قصة مسلسل أن تطرق بابي. المسلسل الرومانسي والكوميدي الذي من المقرر بدء انطلاق تصويره في بداية شهر يونيو، والتصوير سيكون في اسطنبول. ستقدم هاندا أريتشيل دور إيدا يالديز التي تخرجت من الثانوية لتدخل للجامعة، ولكن تواجه سركان بولات والذي يقوم بدوره كرامبورسين، والذي سيقطع منحتها للتعليم في الخارج. وسيقدم سركان عرض لإيدا، وهو أن تكون خطيبته لمدة شهرين، وإذا وافقت سيعيد منحتها الدراسية. على الرغم من أن إيدا ترفض عرض هذا الرجل الذي تكرهه، إلا أنها يجب أن تقبله عندما تتغير الظروف. أثناء تمثيل الخطوبة يبدأ سركان وإيدا في تجربة علاقة عاطفية وصعبة تجعلهم ينسون كل ما يعرفونه بشكل صحيح، لأن الحب صعب. دخل اسم هاندا التركي بعد نشر صورة الترويج لمسلسل أن تطرق بابي، ولهذا إنه مذهل. رأيكم بالقصة؟ متحمسين للمسلسل؟ انتشار فيروس كورونا في مختلف دول العالم أجبر الجميع على البقاء في المنزل، وخلال مدة الحجر المنزلي شارك عدد من نجوم تركيا أنشطتهم المفضلة داخل المنزل. الحجر المنزلي دفع بعض النجوم للشعور بالملل دون فعل شيء، والتقاط صور مجنونة مثل هاندا أريتشيل التي مارست الرسم قليلا ثم بدأت تلعب أمام المرآة وتلتقط الصور لنفسها. Thank you.
إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.